ما نقول روحنشتة، احنا نزلنا الشارع المصري اوكي وسألنا الناس ازاي حلو. بتخرج من اي علاقة بأقل الخسائر، وكمان بتعمل ايه لما بتيجي تفركش، يعني طريقة بقى. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. يلا بينا. امتى اخد قرار الفركشه؟ لما الاقي الشخص اللي قدامي بيكذب في حاجه وانا متاكده ان هو بيكذب فيها. لما احس انها ممكن ما تكونش مقدراني مثلا، او الكلام اللي بقوله ما بيتنفذش، او بكرر، انا ممكن اكرر الكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه عادي، بس لو حسيت ان بعد كده في لا مبالاه او في ما مش فاهمه اللي انا بقوله، ما عندهاش استيعاب للموضوع، خلاص هيبقى هي حكمت على نفسها بكده. لما تكون ما فيش اي امل في العلاقه، خصوصا في اي حلول عاميه، ولا حتى الحلول اللي هي بتبقى من خلال الاهل. لما تلاقي شخص تاني مش باقي عليك، ففي الحته دي اصلا انت بتبقى اصلا حاسس ان انت مالكش اي قيمه عنده. اكيد بنوصل لبوينت كده اللي هو احنا خلاص مش هينفع نكمل، وحاسس ان انا مفيش مجهود ادي تاني، فخلاص بقى. لما يكون شخص مش مسؤول او ما عندوش، يعني مش راجل كده، مش مسؤول ويتحمل بيت ويتحمل مسؤوليتي وبس. والله انا شايف قرار فركشه ده ممكن تاخده لو انت حسيت ان انت خلاص مش قادر تكمل، او الشخص ده مش هو ده الشخص المناسب بتاعك. لو طلع يعني حد بيحور كتير او بيكذب كتير، حسيت ان انا مش مرتاحه، مش حاسه بالامان. لما تحس ان انت في علاقه مفيش امان، مفيش ثقه، مفيش كده، خلاص فركشي. سهله يعني. ازاي تفركشي وتخرجي من العلاقه باقل خسائر؟ مفيش احسن من الصراحه، يعني نقول له عشان لا لازم نبعد عشان كذا 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 وبس، انا مش مرتاحه. اقل الخسائر دي ان انا ابقى سالك، ما اقعدش الف وادور. الخروج من علاقه بدون مشاكل، بود، بما يرضي الله. يكون الاثنين متقبلين الموضوع، وعلى قد ما يقدروا ما يكونش فيه خناق، عشان الواحد لما بيدخل كانها خناقه بتسوق والاثنين بيطلعوا خسرانين. بلجا لحل انه خلينا اصدقاء، خلينا اصحاب، كل حد يشوف دنياه ويشوف حياته، ونكون كويسين كده احسن لنا من ما نتعب نفسنا، وانت ليه وانا ليه وبتاع. خلينا اصحاب بكل صراحه، يعني هقول له ان انا مش مرتاحه وهبعد يعني بكل صراحه. عادي، خلينا اخوات وخلاص، كل شيء اسمه نصيب، ما فيهاش مشكله يعني. يعني ممكن انصاحب بطريقه شيك، اقول له انا مثلا مش عايزه اكمل، مش عايزه ادخل في علاقه دلوقتي خلاص، فاهمني، ركز على اكتر على مستقبلي كده يعني. اتكلم مع الشخص ده ونقول له مثلا مش هينفع نكمل مع بعض، يعني باسلوب محترم، يعني بحيث ان الخروج يبقى ما فيهوش اذى للطرف الثاني. يعني هو الصراحه اقصر طريق لكل حاجه، وقت ما تحس ان هو لا ده الوقت المناسب، لازم تاخد الوقت او القرار في اسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكون صريح.